بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 37. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، إلى قوله تعالى: جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. هذه الآية في سياق الآيات التي يبين الله سبحانه وتعالى أنه يمهل ولا يهمل. ففي الآيات التي قبلها: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وفي هذه الآية يقول: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، أي لا يظن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالمال ورزقهم إياه من فضله لا بحولهم ولا بقوتهم، ثم يبخلون عن الإنفاق في سبيل الله عز وجل من إخراج الزكاة الواجبة في المال والصدقات المستحبة. وكذلك يشمل هذا الذين أعطاهم الله العلم وبخلوا به كتموه، ويشمل الذين آتاهم الله الجاه فبخلوا به عن الناس ولم ينفعوهم بجاههم. فالآية عامة في جميع أنواع البخل، والبخل خصلة ذميمة وخصلة قبيحة، وهو ممقوت في الشرع والعقل. والبخيل لا يحبه أحد، حتى أولاده لا يحبونه. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من البخل، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. استعاذ من البخل. وهؤلاء يبخلون بما آتاهم الله، بما أعطاهم الله من فضله من المال ومن العلم ومن الجاه، فلا ينفعون به المحتاجين. وكان الواجب عليهم أن يشكروا نعمة الله عز وجل على ما آتاهم، فينفعوا المحتاجين، وهذا يزيد فيما أعطاهم الله عز وجل. فالصدقة تنمي المال، والتعليم والفتوى ينميان العلم ويزيدان فيه، والشفاعة الحسنة تنمي الجاه والمكانة عند الله وعند خلقه. ولهذا قال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما
آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، هو ضمير فصل، وخيرا منصوب على أنه المفعول الثاني، أي لا يحسب أي لا يحسبون بخلهم، هذا هو المفعول الأول وهو مقدر، هو خيرا لهم، هذا هو المفعول الثاني، والضمير يسمى ضمير الفصل. قال تعالى: بل هو شر لهم، أي بل بخلهم شر لهم. ثم بين سبحانه وتعالى هذا الشر وفسره بقوله: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. سيطوقون أن يجعلوا ذلك طوقا يعذبون به، يعذبون به في قبورهم، ويعذبون فيه به في نار جهنم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن من آتاه الله مالا فلم يخرج زكاته أنه يمثل له شجاع أقرع. الشجاع يعني الثعبان، وأقرع لكثرة سمه، فيطوقه أي يلف على عنقه ويأخذ بلهزمتيه ويفرغ فيه من السم، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. فهذا هو معنى هذه الآية: يطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يوم الجزاء على الأعمال. ثم قال جل وعلا: ولله ميراث السماوات والأرض، أي أنه سبحانه وتعالى هو الوارث الذي تؤول إليه الأملاك بعد فناء الملاك، لأن المال منه جل وعلا تفضلا وبداية، ثم يعود إليه سبحانه، لأنه مالك الملك سبحانه وتعالى. وفي هذا تذكير لهؤلاء بأنهم سيموتون، وأنهم لن يدوموا مع هذا المال الذي بخلوا به، بل هم سيموتون ويتركون هذا المال. هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.